خلال رحلاتنا الصباحية عم نحكي قديش فعليا منذ بداية الحدث والكارثة الإنسانية اللي حصلت في تكاتف وتكافل اجتماعي كتير كبير موجود على الأرض. عدد من الجمعيات الخيرية والمبادرات الإنسانية جميع القطاعات إن كان قطاع عام ولا خاص كلها عم تكون على الأرض مع الشباب السوري لنقدر نوعا ما نتجاوز هي الأزمة ونقدم شو ما بنقدر من مساعدات لكل أهالينا المتضررين في جميع المحافظات إن كان حلب ولا ذقية وحما وأدلب. صحيح نور، واليوم رح نحكي أكثر عن تفاصيل أحد المبادرات، يعني بسمة قلب طبعا ضمت أكثر من 150 متطوع كانوا في اللاذقية لمحاولة دعم أهالينا المتضررين سواء الدعم المعنوي أو الدعم المادي. رح نتعرف أكثر على المبادرة ورح يكون معنا عبر الاتصال الهاتفي من اللاذقية الدكتور مهند أحمد مؤسس فريق بسمة قلب للمساعدات الإنسانية. صباح الخير والحمد لله على سلامتكم دكتور. أسعد الله صباحكم كل خير يا رب العالمين، صباح الأمن والطمأنينة لكم ولوطننا الغالي حبيب. صباح الخير. إن شاء الله يا رب تضل بألف خير والرحمة لأرواح شهدائنا والشفاء العاجل يا رب العالمين للجرحى. يا رب. أول شيء خلينا نحكي كيف بلشتوا بالمبادرة الإنسانية منذ وقوع الحدث إلى اليوم، كيف كنتوا موجودين على الأرض؟ فعليا عم نشوف كثير من المبادرات الإنسانية على الأرض عم يكون في مجهود كثير كبير جبار عليكم اليوم. من اللحظات الأولى تقريبا الزلزال أعلننا حظر الطوارئ، تواجدنا أكثر من 30 متطوع، كنا أطباء مهندسين رغم انه كنا نحن من المتضررين ماديا اولا ومعنويا كمان. بس هذا الشيء الحمد لله ما منعنا من انه ننزل بشكل مباشر على الارض نقدم المساعده افضل من القعده والتحسر. كنا من المتضررين لكننا كابرنا اجراحنا لنساعد تطنيط جراح الناس. تفاجئنا بدايه تفاجئنا بصراحه عدد المتطوعين واندفاعهم العفوي للمساعده، كان في عدد كبير ساندنا حتى من خارج فرقنا اللي نحن عم نشتغل عليها. اللحظات الأولى كانت كثير بصراحة موجعة، صعب يمكن الأحرف الأبجدية كلها توصفها أو أي كلمة توصف الوجع اللي شفناه والألم. باللحظات الأولى حاولنا نقسم الفرق لأكثر من يعني من فريق، فريق عمل أهمها كان فريق لإنقاذ ما يمكن إنقاذه رغم انعدام الإمكانيات المادية باللحظات الأولى بصراحة، فكان فيها الإمكانيات الكبيرة. الفرق الثاني القسم الثاني منهم حاولنا من عن طريقه نأمن الحاجات الأساسية للناجين من طبابة وإسعافات أولية ومسكن وغذاء ومساندة للقوى الأمن والدفاع المدني بإسعاف ونقل المصابين والجرحى لأماكن آمنة. نعم يعطيكم العافية دكتور مهند، يعني بنعرف أنه حجم العمل كتير كبير وطبعا حجم المصاب والكارثة والفاجعة اللي عم نمر فيها ابدا مو سهل، ويمكن كل يوم على الارض عم يتكشف معكم لسه انواع جديده من الاستجابه الطارئه اللي بحاجه تلبيتها. يعني احد المواضيع اللي دائما عم نسال عنها، في كثير ناس نزحوا من بيوتهم راحوا على بيوت اخرى، في عالم عم تقول انه كيف ممكن يوصل لها مساعدات، كيف ممكن يتم مساعدتها، هل تم الاخذ طبعا بالعلم من مبادرتكم بهذا الموضوع؟ هلا بصراحة الزلزال لما صار ما ميز بين كبير وصغير وما ميز بين فقير وغني، خسرنا كثير خسرنا كثير أصدقاء أقارب. الصراحة تسوي إنه مثل طائر الفينيق اللي بيطلع من الرماد وبيحلق من جديد. الوضع كان صراحة جدا صعب، بس كان في تكاتف كثير حلو من الأهالي ومن الفرق والجمعيات الخيرية. حاولنا قد ما فينا انه نكون حسب امكانياتنا بالمساعده نكون ضمن نطاق واحد بالعمل. طيب دكتور منير، انتم عشتوا الحدث ومن قلب الحدث موجودين عم تحاولوا تقدموا يد المساعده لجميع المتضررين، وانتم اساسا كنتوا موجودين، يعني انتم كمان احد الاشخاص المتضررين، خلينا نحكي كيف عم يتم التواصل مع المتضررين؟ نعرف في اعداد كثير كبيره، كيف عم يتم التنسيق معهم للوصول الهم لتقديم المساعدات؟ التنسيق بالبداية كان شخصي على يعني مبادرة شخصية، بس حتى هيك رأى الوضع صار صراحة التنسيق من خلال أعضاء مجلس المحافظة وعن طريق مديرية الشؤون الاجتماعية والأعمال. صار في لجان نظامية بعدين تطلع تعمل كشف تتأكد من الحالات والأوضاع الأشخاص والبيوت العالم المتضررة. فكان في دعم الحمد لله رب العالمين وتنسيق كثير رائع بالنسبة لوزارة الشؤون الاجتماعية ومديرية الشؤون الاجتماعية. نعم
دكتور مهند، يعني ايضا كان في لكم مبادره مطبخ ميداني، خلينا نحكي عن تفاصيلها، وهل من جديد رح يكون ضمن هالمبادره طبقا للي عم بتشوفوه انتم من مشاهدات على ارض الواقع؟ هلا صراحه من شيء شفناه بشكل عام، نحن شفنا حاجه العالم الكبرى هلا لمسكن، عم نحاول نامن لهم مساكن ومتابعين بالموضوع. الخطه القادمه اللي عم نجهز عليها هلا مطبخ ميداني ان شاء الله راح نغطي فيه فتره رمضان كلياتها لحين عيد الاضحى اذا الله قدرنا. الموضوع راح يكون بصراحه اغلب مبادرات شخصيه بدعم من الجمعيات الخيريه والاصدقاء والاقارب. والله يقدرنا ان شاء الله يكون نعوضهم ولو شوي صغير عن الشيء اللي خسروه. اكيد. كمان في لجنات خاصه بالدعم النفسي، لان موضوع الدعم النفسي للاهالي والاطفال كثير ضروري، لان رهاب الزلازل شيء كثير صعب علينا ونحن اول مره بنحسه، خاصه بالزلازل والهزات الارتدادية اللي اجت بعد الهزه الكبيره، صار في كثير حالات دخلت على المشفى وكان سبب رهاب الزلازل. فواجب علينا كمان نحن انه نركز كثير على النقطه كرمال فينا نكفي ايامنا الجايه بشكل جيد وبشكل طبيعي. نعم اكيد بدنا لكم يعطيكم الف عافيه، مشكورين على الجهود اللي عم تقوموا فيها، ويا رب مثل ما قلت يعني هو استمرار هي الجهود واستمرار تقديم المساعدات. نحن عم ننتقل من الملف الاغاثي الاعاني لملف اخر هو تقديم المسكن، وهي يمكن الخطوه الاهم اليوم، لانه كثير من الناس فقدت مسكنها خلال الحادثه الانسانيه. شكرا كثير لك. الله يسلمك يا رب، ويرحم الشهداء والشفاء العاجل للمصابين يا رب العالمين. شكرا لك دكتور مهند، ويعطيكم العافية.